نشاهد معا شهادة مسجلة، لأنه اللي قام بها مش قادر باش يكون معنا اليوم، اللي هي باش تكون تكملة للشيء اللي تفضل به سي محمد بن نور. هي يهم العنف السياسي خلال الانتخابات، وتعرف الكل اللي المعايير الدولية الكل تقول اللي أول شيء يلزم يتوفر هو السلم الاجتماعي والسلم السياسي والأمن باش نجمو نعملو نحكيو على انتخابات نزيهة. 81 في الانتخابات تاع 81 الكثير من العنف مورس على المترشحين من غير القائمة للحزب السيد. لنستمع معا شهادة السيد عبد الرحمن لدغم اللي هو كان وقتها شاب في حركة الشراكين الديمقراطيين، وما هيش طويلة إن شاء الله نطولوش عليكم ونسمعوها مع بعضنا. احنا كشباب كنا تصورنا ان تونس خسرت موعدين، الموعد الاول موعدين الديمقراطية واول مباشرة بعد الاستقلال وبعد الانتخابات 56، والموعد الثاني عام 71 مؤتمر الحزب اللي هو فتح باب جديد للديمقراطية داخل الحزب، ولكن الرئيس بورقيبة في ذلك الوقت لم يتفطن، لم يتفهم مطالب الشعب ومطالب حتى الدساتره نفسهم. ف 81 انتخابات 81 كانت بالنسبه لنا ممكن مرحله جديده باش تفتح امامنا كشباب باش ندخلوا في رويدا رويدا نحو الديمقراطيه. وقتها بورقيب عمل خطاب وقال لا ارى مانعا ان نكونوا في الانتخابات المقبله اتجاهات سياسيه، ما قالش احزاب، قال اتجاهات او دي كورون بوليتيك. فمشيت في طريق حزب او حركه الديمقراطيين الاشتراكيين. احنا نعرف سي حمد المستيري هو ماضيه، وكذلك بعض من الاخوان اللي هو نعرفهم من اصدقاء قراب ليا انهم زاد كانوا منخرطين في هذا الاتجاه. كنت في ذلك الوقت حضرت في الاجتماع المكتب او المجلس الوطني للحركه في يوم 30 اوت 81 اللي وقع فيه الاعلان على المشاركه في الانتخابات لنوفمبر 1981. والاجتماعات اللي وقعت الأولانية مثلا باردو في قاعة الملعب التونسي كانت اجتماع لا بأس به، رائع، جاءوا الناس، ما قعدنا حتى قلق، حتى إنسان ما جاء منعنا من الدخول أو من الكلام أو الاجتماع أو قص الضوء أو الميكروفون. اجتماع خزن دار كان من أكبر الاجتماعات. من الاجتماع الثالث مشينا القلعة الأندلس، بدأت الأبواب تغلق لكن دون عنف، أن مثلا المدرسة اللي مش عارف فيها اجتماع مسكرة بالقفل وبالمفاتح، قعدوا آخر حتى الآخر الليل تقريبا وما يقعش الاجتماع، والناس واقفين قدام المدرسة، الناس يعني المواطنين والقائمة مع سي موسى بن جعفر. هذه بدأت في الثالث اجتماع. الرابع اجتماع وقع في المرسى بوسلسلة، يعني في المدرسة متاع بوسلسلة، وقع من جد، وقع بداية الأمور تظهر، يقصونا الضوء ويقصونا الميكرو ما نسمعوش الناس. خرجت انا مع صديق، خرجنا باش نشوفوا الابواق هذه كيفاش، علاش سكتوا، فماش بدلوش دوروش مش الوجوه. كان فما سياره رونو 6 رونو 6 اللي هما مش منهم كثره في تونس، يعني فما 10 سيارات من النوع هذا، واقفه رابضه ويتحدثوا مع الامن، مع البوليسيه اللي قدام المدرسه. دخلنا في النهج هذه زنقه ضيقه باش نشوفوا وراء المدرسه، واذا به السياره هذيك خدموها وخلطت علينا فك الزنقه هذيك اللي ما تعدي الا سياره واحده. ودخلت بقوه في الليل وظلمت الدنيا، دخلت بقوه من الاول معناها تفاجئنا، لكن نسخلوه انسان داخل في نهج ما فطنش بالسياره هي اللي كانت واقفه هذيك. اخر وقت اللي فطنا بها باش تضربنا لصقنا في الحيط في دار هكا باب، شدينا في باب دار دزيناه باش ما نضربوش، كملت السياره القدام خذينا الرقم نتاعها ورجعنا للشرطه اللي موجوده، لقيناها السيارة اللي كانت واقفة هذيك هي اللي كانت تحكي معها. ورجعنا لهم قلنا لهم راهي السيارة هجمت علينا، رانا كنا باش يكسرونا يقتلونا يعني. قال لا ما احنا ما ريناهاش السيارة هذه، ما شفناهاش. قلنا له هاو الرقم نتاعها، ما كنتش معناها تشوف شنيا عطاء بالعاده، خذا الرقم وما صار حتى شيء. بعد هذايا سمعنا اللي وقع
هجوم ممنهج على جماعة القائمة قائمة تونس بن عروس، وقع تكسير الخشم الأخ محمد بن نور، وجاني وقتها في الدار حكى لي بالحكاية يعني كيفاش الهجوم. نذكر توا كيفاش يحكي لي يعني مرعب، يعني إنسان اللي باش يضرب عبارة الإنسان يحب يقتله بصراخ وبالبونية وبالكل شيء، يقتلوه عملوا له كسروا وجهه. فهزيته للمستشفى لأن اختصاصي هو في الاختصاص هذاك، لكن المستشفى اللي أنا فيه اختصاص مش ممكن مش نعمل فيه لأنه مستشفى السرطان وما فيهش يعني الآلات اللازمة والإمكانيات. هزيته المستشفى آخر، مستشفى شار نيكول. فالطبيب اللي نعرفه موجود غادي، هو متعاطف مع أفكارنا، ولكنه خائف يعني مش مناضل لحد أنه يقبل باش يعمل. فأقنعته باش أنه على الأقل نعملوا له العملية البسيطة هذه باش ترجع له خشم، واللي ما تقعش هكاك تقع في قاعة عمليات، وكل عملناها بطريقة يشوف كان أنا في حرب، حالة حرب، أنا ما نجموش نعمله تحت التخدير، وما نجموش نعمله، ما نجموش نعمله. عملناه له كاكا يعني يحس، وبعد حطوا له جبيرة يعني الجبس على خشمه، فهم صورة معروفة خرج حتى في جريدة جون أفريك ورد الصور، وروحت به للدار وعملت له الصور، يعني عملنا الصور دوكا باش يقعدوا اللي هو للتاريخ. فوقتها فهمنا الأمور باش تمشي إلى أكثر شوية. وقع اجتماع في رادس اللي هو مش من قائمتنا، هو من قائمة جماعة سي حمودة وسي محمد اللي هو عضو في القائمة. مشينا باش نعاونوهم، باش نقفوا معهم، قلنا هجومات، مشينا ناس معناها برشا مناضلين. مشى معايا أنا خصيصا، نحكي عليا الشخص اللي مشى معايا، فوزي بالحسين، فوزي بي. مشينا لرادس، وقفنا السيارة نتاع بعيد، فهمنا الموضوع أنه ما نجموش نمشيو حتى الاجتماع، ومشينا على الرجلينة يعني من مكان فما بطحة كبيرة بحث رادس معروفة كتلوتوروت على حذاها تو شايح، بقع شايح. كانوا مشينا ساقينا حتى وقت اللي خلطنا للساحة الكبيرة نتاع رادس، نلقاو معناها جموع كبيرة من المواطنين، مئات ما نعرفهمش مع شكون. وفي وسط الساحة والشرطة واقفة، وفي وسط الساحة فما إنسان لبس لباس أزرق متاع يقولوا دينجري، وشاشية فوق راسه، وعامل عصا طولها تقريبا 5 أو 10 متر حتى على كتفه، ويدور فيها فوق كتفه، كانوا يلعب ألعاب بهلوانية. وكل يجب تتعدى فك 5 متر وكل 10 متر ويحاولوا ما تنجمش تتعدى، من أنه يدورها باش يتعدى يضرب، يخوف الناس باش الناس ما تمشيش ما تشقش هكا البطحة. فاحنا شقينا البطحة وحاولنا بعدنا من العصا هذه، ودخلنا للقاعة اللي وقع فيها الاجتماع. فلقينا القاعة طافية، وسي حمودة واقف في الوسط ودير به كتلة من المناضلين يحميوا فيه، قدر ما عادش نفهم شنو مش يقع فك الظلام هذاك، ومعاه فك الكتلة اللي محصور معاهم سي ميشيل دوريه اللي هو مثل جريدة لوموند، اللي هو صحافي معروف وعايش ما نشوف بنفذك الرعب جابوا راخذوه ولا خايف. فحمودة بن سلامة طلب مني أنا شخصيا، قال لي أخرج أحكي مع الكوميسار كيفاش نجمو نخرجوا، يعني نقول احنا نيغوسياسيون تاع خروج رهائن، كيفاش باش يخرجوا ما يقعش قتلهم ولا ما يقعش. فخرجت قلت له راهو سي حمودة رئيس القائمة يطلب منك ما نجموش نخرجوا بطريقه سليمه من غير ما تقع الاعتداء علينا ولا على الناس اللي معنا. قال لي فما حتى مشكل، قل له تفضل اخرج احنا موجودين باش نحميه. ثم خرج سي حمود وخرج، واحنا ما احنا تحدثنا مع الكوميسار، ظهرت لنا يعني نوع من الحمايه، معناها احنا تحدثنا معه وخرجت ودخلت. خرج سي حمود وخرج الجماعه كل وقت يخرجوا، انا قربته قلت له انا راني ما نجمش. سي حمود جابوا له السياره، الناس خذت سياراتهم ومشاو، ومعايا فوزي. فقلت له راني ما نجمش نشق البطحه هذه الكل على خاطر السيد شافنا رانا دخلنا وخرجنا، رانا دخلنا راه باش يقع الاعتداء علينا، خاطر انتم باش تمشيو. قال لي اطلعوا معايا في السياره، عنده اميسيس سيتروين، انا باش نركب من قدام وفوزي باش يركب من تالي. الباب من تالي مسكر، ما نجمش، كانه ما نجمش يحلو قاعد هكا مهما. فوزي واقف وانا طلعت في السياره ودرت هكا باش نطلع في وسطها، دخلت بظهري. وقت اللي هو راني باش ندخل بظهري وما عادش نتحكم في روحي، يدزني طيحني من السياره ويطبق الباب ويمشي على نفسه. فالطيحه اللي تحت، انا تحت على وجهي فوق الرصيف، انا طايح، فك الهجوم، الناس اللي كانوا كلهم واقفين
وموقفهم السيد لدورة فرنتهم هم جماعة اللي جايين من الميليشيات هجموا على القاعة. أنا متصور مش هجموا علي، هم همش هجمين عليهم، مش متصورين مش قانوني طايح خطر رأوا السيارة وسيارة ديماري، هم هجموا على القاعة متصورين مش يلقاو ناس في القاعة باش يضربوهم، ما لقاو حدهم. وإحنا كاك عفسونا تعدوا فوق منا لكن ما صار شيء. ما نحكيش على وقت اللي يقع ممثل المعارضة يتكلم مثلا الحزب الشيوعي اليوم في الليل خطاب بسي محمد مزالي بساعة ونص نروه بعدك الدرج متاع كل يعني، فما حملة انتخابية رسمية وحملة موازية، والحملة الموازية هي الحزب يعني كل شيء. نشطات الرئيس تقعد بنصف ساعة وكل تدخل ساعة ساعة يقول كلمة كأنه يوحي بكلام معناها من يعني عشناه هذا الكل. لكن هذا رغم هذا قلنا هي تجربة وخلينا نعيشوها مهما كانت الظروف، وكنا نحلم أنه باش نربحوا. الاجتماعات الكلهم مش بنفس الطريقة وقع التصرف فيها. الأماكن المعروفة والأماكن اللي يعرفوا فيها شخص كاسم محمد المستير اللي بالصحافة العالمية الكل باش يكون حاضر معاه فك الاجتماع متاعه، مين جراوش باش يجيوا يفسدوا الاجتماع؟ هم برنامجهم أنهم باش يفسدوا الأمور في الأخر، ما حشتهمش بهذاك. لكن احنا يروعونا باش نوصلوا إلى حد أن ما عادش باش نواصلوا بالخوف، وخوف المواطنين خاصة اللي باش يحضروا. احنا مش كمناضلين نقبلوا، أما المواطنين باش يقول لك نمشي الاجتماع متاع المعارضة باش نروح يسجلوا لي اسمي وممكن ما ناخذوش الإعانة اللي حاجتي بها ويفكوا لي بطاقة المعالجة متاع المستشفى وغيرها وغيرها وغيرها. هذا الناس تقول تعرفوا. بعد هذا وقع قرار أنه نوقفوا معناها الحملة الانتخابية تقف، وسي حمد المستيري عمل الاجتماع وعمل ندوة صحفية أعلن فيها أنه ما عادش باش يواصل معناها الحملة هذه لأنها ولينا متعرضين احنا والمواطنين جدا للعنف وممكن في بعض الحالات يمكن يموتوش ناس في يوم الانتخابات. لمينا من المواطنين من الشبان اللي هما متعاطفين اكثرهم راهم ما يعرفوش هذه حركة ديمقراطية الشكاكين ولا مدية سامي، يقول لك انا مانيش موافق الحزب الحاكم وحزب الاوحد والوحيد والكلام نفس الكلام، نحبوا فكرة اخرى. خلي التوانسة يتعلموا شنو معناها الديمقراطية ويفهموا المعارضة مش حاجة معناها باش تخوف ولا باش تطيح النظام ولا تسقط النظام كما كانوا يقولوا، فهمت، وتفكك الشعب والوحدة الوطنية. مشينا تبعنا معناها النتائج كما الناس الكل، لكن في أماكن معينة أنا نعرف فما شكون في مكتب، خوه في مكتب يخرج الخوه يقول له راهي هذا في سلامبو، يقول له المكتب كله أخضر يعني ما أخضر يعني يعني ورقة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، يقول له كله أخضر ما لقيناش، وهو من الشعبة يقول له راني ما نعرفش شنو باش نعمل قدامي، يعني يحكي قدامي يقول ما نعرفش شنو باش نعمل. قلت له شنو باش تعمل؟ باش تعمل تخليه؟ قال لي احنا ماذا بينا نخليه خاطر احنا بينا نحبوا الناس تفهم، حزبنا يفهم اللي رانا قاعدين اون بير لو كونترول، لانه مش قاعد يعاون فينا، خليه فينا في الواجهه مع المواطنين ومعش عندنا حتى الشيء يلزم باش نجموا نجيبوهم ونفهموهم. كنا متصورين مهما كانت الظروف باش يقع فما شويه سرقة أصوات، أما مش بالطريقة اللي عملوها بعد. وقت نسمعوا أنه سي حمد المستيري عنده 1306 أصوات، يظهر لي هو كان يلم الحومة بركة تصوت له أكثر من هكايا، وهو جابها سي الباشي قايد السبسي اللي هو كان في الامدياس ك معناها حركة مش كحزب، ولا هو جابها فيه في وجاب آلاف المؤلفة من الأصوات، يعني حاجات تولي مضحكة شوي. هو قرار الانسحاب من الانتخابات الحقيقة أنا ما عندي حتى فكرة عليه. أنا إنسان نعمل في التليفونات باش نعلم، وما حضرتش حتى وقت اللي هو فاميو جاكوز اللي قال عمله من غدوة، يعني ما عنديش فكرة عليه. أما فهمنا لأن احنا ما عادش نجم نواصله، لأن المناضلين بتاعنا كنا في الشارع ما عادش نجم نواصله العمل بتاعنا، ولهذا أحسن حاجة لنا بالنسبة لنا احنا باش نقوله ما عادش نجم نواصله معهم، لأنه بطبيعة الحال بعد مش يقولوا هما خسروا الانتخابات وما ربحوا حتى شيء، وال يعني المناضلين نتاعهم حاضرين حتى وقت الفرز، وقت اللي هو مش صحيح. عاد نفهم بعد فهمناه بعد، لكن نتصور القرار اللي خذوه في المكتب السياسي للحركة هو ما مربوط بمعلومات شاملة أكثر من اللي من تونس اثنين. زوز مواعيد ما نجحناش فيهم في تونس، هو موعد بعد الاستقلال، هو الديمقراطية بعد الاستقلال، وبوبها بورقيبة وقتها لأنه فما الحركة اليوسفية بين قوسين، والاتحاد اللي هو زاد بدأ من الأيامات الأولى عمل ضرب عام، وهذاك ممكن غلطة تكتيكية خاطر هذيك تعطي ذرايع للنظام باش يتسكر ويقول لك لا ديمقراطية لا. ثم عام 71، ثم الموعد الثالث هو مع الديمقراطية اللي فتح الباب للتعاسة بعد، هو 81 انتخابات جاء بعد 87 وبعدها نعرف
مسار في تونس. كلاو فيك. شنسمعوا توا؟